الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تو حار وحير إن عدي كلا بدل دد بدن أسوق وحير يا شيخ ومحا أودح در هذا حان سوق لي هذا حسوسة أفر ركعه أو لتو كذا وحالة دحاي ما لينتي رسول صلى الله عليه وسلم هذا حديث أسوق لي در هذا أسوق لي سوق ملينا رسول صلى الله عليه وسلم حول حديث كوبات حديث القدس واي ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفيك آخرهن. حديث كلا بعد نوحو أها سيدة وكرو وكا سيدة رسول صلى الله عليه وسلم محو يا ابن آدم صلي لي أربع ركعات أكفيك آخره. لا بدأ حديث لا بدأ حديث مركع قلما ذا وحي لهين أفر ركع قفكي ما لنت بالله وإذا تكذو إلهي سبحانه وتعالى ما لنت آخر كذا أنت اللي مو كافنا وكافنا. طيب مرك الله وضع سرك وأفر تاسرك وما كان صلاة الصبح مية مساء وحاوي ما ننسى كلمة عن سوق اللي حاوي ده تكون فيز قشة أمالينا وحيله إن أفر ترك عضو حظ مية مساء وحاوي أبضرك على صلاة الصبح كهر رئيس واي كين قطبو ما ننتي علم هذا لبو قولي قبان قولك ود بحيله هو صلاة الضحى واي وأفرك على لبي لبي إن لوت كذوا علم قارنا وحيله إن مية والله برك على صلاة الصبح كهر رئيسه إيه لا بدرك أفر تاسر كوا سا خلاف كأجب بحد وحاقو في عن ما كأديك هنا لا بدرك على صلاة الصبح كه الرئيس ده تكتل لا بدرك على سنة دنا وصلاة الصبح نتكتل جماعة كتكتل تاسكو أفر ترك عدم بني أتكتل أفر تاسر كعم حيك قاذني سا هنا تكتل بالله عليكم هدي قفك أوضة دقيقة وحوت كذا لا بركة وحوت كذا. طيب هدي دقيقة لا بركة وحوت كذا إسكو درو حين قنيس كل يسدي ترك عيد نقنيسا سدي دقيقة نقنيسا. طيب هديك الأفر دقيقة نقول هديك طبعا دقيقة بقى أنك اللي جنوا قفكو طبعا دقيقة هدو تكذو طبعا دقيقة هدو قفكو تكذو أو ما هل أنت نقول إلى علينا سدح إلى واتن دقيقة يكون سدح إلى واتن ساعة يكون تم دقيقة آت هي ستد إلى واتن ساعة يكون تم دقيقة آت هي ستد فعلي هذا سدح إلى واتن ساعة يكون تم دقيقة هذا هاي ستيد أو طبعا دقيقة أتوك تدعو لاسمك هو هاي ساه ما هي واي هذا ولا علي الآن كنت دالنو سديد دان ركع مال وبلت كان عاي وسديد ركع وآد وفضد واي أو قف والبو ما يقيك هذا نساء قال لها برنامج انترنت كانت كمبيوتر كلامك فيه نقف كسو قراي مركا سوري طيب ولا لا سيدي تن ركعه انكو الى انكو تكون بل وحافي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الضحى مركو كشيكينا صلاه الاوابين وما حدارت وحقن يست افرك او سيدي درك ادي سان سان وحلو بها صلاه الصبح لا بركعتك لا بدرك عنكو شيغا سو توكت ادان كسينا ما انت حكمك تنكو بعد رسول صلى الله عليه وسلم حور قفكي تكذا لا بركع صلاة الصبح كهر وحي كخير بدن تأدون كأي وحك جردا والله بركع ضد واحد ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها الدنيا بسمع الدنيا ذي وحي كجر لا بس ركعة كخير بدن بل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس كم موسى تجي حتى مركو سفر يوت كان جلس عائشة رضي الله عنها وشي جلس إذا لا بس ركعة الدنيا كرنيك هذا قيام بدن تولي جه كتجي أنا كوشي جاي. طيب صلاة الصبح إن جماعة كتكتن آذي وقيمة بضنتاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح جماعة لو تكنا فضائل بضن وشيء طبعا فضل يا الله وشيء محاكم بدما تقانا ملائك إني إيماني صلاة الصبح إيدي قيسني سيري سبحانه وتعالى وحوله إن قرآن الفجر كان مشهودا ملائك رسول صلى الله عليه وسلم حديث كالو حوله وشيء ملائك إني سكاب بدل يسو لا بركة لا ملائك نصبح كو إيماناي وأدو صلاة الصبح كو جشت كو إيماناي كاتقا عصر كاتقا كان كلاني مدى صلاة الصبح كوي معنا عصرك كل جوا عصرك مدى كوي معنا صبح كل جوا أثبت بدلا ين مركا طيب ملقي إليه سبحانه وتعالى وتجر ريبورو بحنا وحوله أوكي أحمد وحان أتجي أصو صلاة الصبح تكنا يا أتجي وشهادة لو سيوا لكن ذي وجيف تدي لوي ما ذاك ورهن أحمد وجيفه أتجي واه كي كات تجين وحوله أحمد وحان كسو تجي أسوى صلاة الصبح كجرو هدو أدو جيف تكاتك دم حولي أحمد وحان كتك أصوه جيفان كتك إذن كان كوب بالله بأي نوحو كوب بالله بخير وكوب بالله بصلاة دينا كجرتي
casirkana salaada ku xirtay kan kala maalintii kala ku iimaanay sidoo kale casirka salaada ku yimid subax salaada ku tagay idan buugaaga dhan oo ilaah loo gudbinay khayrna uu ku bilaabana oo khayrna uu ku heeroyaa soo ma jeedid salaadana subax rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu qofkii salaada subax u soo kala masajid ka yimaada bashir almashaa'in fi adh-dhulmi ila almasajid bin-nuri tam yawm alqiyamah dadka masaajidka yimaado mugdiyada soo socdo salaada subax waa mugdiga soo kalahaaye imaanay ugu bishaaray nuur taam nuur dhameystiran ugu bishaaray maalinta qiyaamo idan fiiri labada rakac salaada subax ka horeysa waa khayrun min ad-dunya wa ma fiha ad-dunyadi wax ku jiro dhani ka khayr badan tahay salaada subax toban fadli ay leedahay waxaa kamid taamin insurance luugin maalinta dhif dhan laga ilaaliya kamid waxyaala badan ku jirto tayib afartan rakaco oo la tukanayo duha salaada duha aan badhahna wax sabna salaada subax duha la tukanayeen rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qof walbo ibn aadam mafsalkiisa xubnihi 300 iyo dhowr wuxuu leeyahay xubnuhu leeyahay oo meesha la laabmiisa leeyahay mid walba waxaa laga rabaa sadaqo maalintii 300 iyo xoogo ma sadaqaysa kata jawaabtaadu waxa waa maya idan laba rakaco salaada duha tukanayo ka kaafinaysa tayib laba rakac kala ku dar afar rakac ka dhig سديت ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم تامستو كنجر إذا وحلو باهي أفرتان ركعو إي أفرتان وحبها اسكو كون فيوز قروبين ما كان ميغوفر أنت كم ميغوفر أنت خير كبتسو هذا فير إكزامبل دان كو يلويرو كل شقة صوغل شقة دي مركا يقش مركا يقود ما تلويرو أوكي شقة ده داك بحد ساعة دي لواتن دولار أنكو حسابة هذا طوم كو شقين دبل أنكو حسابة مسي جوغي مسوا بحيسة قف كعقل يقل وحول النوم شقة كالن إيقم بدن بيسو waa qaadana meeshiidan si jooga wixiidan aan wadana idan waxaa la rabaa marka qofka inuu saasoo kale u fikiro khayrka ha dhihin kama fiican mise kana fiican kala hormari kee fiican mise kee fiican maalan waqtiga salaada subax markii loo soo socdo istighfaar salaada markii laga bax salaamu calaykum liiraahum astaghfirullah 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 subhanallah 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 sadan sadah alhamdulillah sadan sadah allah akbar sadan sadah in li yiraah ma khayr badan mise kitaab in la soo qaado kala furaaf yaana waqtigaas waxaa fiican in sadah mal astaghfirullah tiraahid subhanallah alhamdulillah allahu akbar sadan sadah sadan sadah tiraahid la ilaha illa allah kadib kitaabka quraanka soo qaado kadib waran soo qaado waqti hada saaso kale u sameeyneysid ha waqtigan kee fadli badan laakiin kan miiga daboola saaso kale ha isticmaalin salaada subax labada rakac ka horeysa tuko salaada subaxna jamaaca ku tuko labo afar rakaco duhana tuko waxay ku waa salaad waay bal rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri salaada wax loogu dhawaada ilaahay waxa ugu fiican salaada fa akthiru sujuud sujuuda badiya abdullah ibn umar radiyallahu anhu mise abdullah ibn umar radiyallahu anhu ama wuxuu ahaa abdurrahman ibn abu bakr radiyallahu anhu midu ahaa rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri uu riyo arka riyadii loo fasiray markaasuu wuxuu ku yiri abdullah iyo qof fiican tahay hadaa habeenkii salaada ku dadaali lahayd abdullah wuxuu yiri maalintaas wixii ka dambeeyey salaad walba qiyaam leel kama tegin uu dhah kama tegin idan salaadaha waxyaalaha loogu dhawaada ilaahay waxa ugu fiican sujuuda ugu fiican bal nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam maalinna uu yimid wuxuu yiri ya rasuulallah hebel iyo hebel walaalay ahaayeen hal maray soo islaameen hebel jihaadku ku dhintay hebelna shali loo dhintay labadooda riyaan ku arkay kii jihaadka ku dhintay waxaan arkay kii ka dambeeyaba ka sarreeyaba aysay ku dhacday ya rasuulallah rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri hebel soo ma joon intaas oo sano kadib soo muusan tukanayno ilaahay soo muu sujuudeen markaasuu wuxuu yiri ha idan wuxuu yiri saas waaye marka soo ma jeedid salaada marka walaalayaal waa wax la sameeya waxa ugu qiimaha badan sujuuda wejigaaga ugu sharafta badana ilaahay dhulka u dhigiisa waxaa leedahay subxaana rabbiya alacalaa sajada wajhi liladii shaqa samca wabasra ilaahay wejigan aa isiisay oo meesha igu sharafta badan oo igu qurux badan oo dadka dhan iga fiiriyaan adigan dhulka kuu dhigo qof kale uma dhigin daas waayo ilaahay subxaana watacaala qof waqtigu ugu dhow yahay waxaa waaye markuu sujuudsan yahay waay marka ugu dhowdaha ilaahay oo ducadaada la aqbalaayo markaa sujuudsanteed waa ee fa akthiru fi min sujuud ducada badsada markaas sujuudsanteed ducayso sujuudana badi khayr allah ku sii sida darteed nafteyda iyo tiina waxaan u dardaar ma walaaleen ha ku confuse garoobin afartan rakaco oo labada rakac salaad subax iyo labada rakac salaad subax ma iga kaafinay ma iga filanta afarta rakac gadaal laga tukanayo oo lagu ilaalinayo rasuul sallallahu alayhi wasallam yiri xadiid qudsiga ibn aadam salli li arbaca fi awal nahaar ii tuko afar maalinta bilowgeeda anigana waxaan kaa kaafina inta dhiman maalinta waa ku ilaalina ilaahay xadiid qudus noogu sheegay idan afartan inaa ilaalisid rakaco adina waxaa lagu le maalinta dhanaa lagu ilaalina waxbaha xees salaada subax labada rakacana tuko
ثلاث صبح نجمع كتبه أفرتها رك عنا توك الله يلا بوتوك وحبا كام قادنا سيدي دقيقة كا قادنا دي أبطة طبعا دقيقة كا قادنا دي أبطة مركز هاسمي إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى أنا خير كان وافجيو دين بيين يكينا الله دافو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم انت سهر بمانتنا إذي لو ذاقو ومرح بمانتنا سوقل لكن سؤالوني كادو سوانا ونودي لباداسي لباداسي اسكم بدمية وحان كانوا رواء ويسو إناك الجواب صلاة الصبح مركان كشيكينا لما ركع كهر سبحان الله وحافعا ركع ذا كوبا تقول يا الكافرون ركع ذا لو نقول هو الله اللي هو أقريه تاس معني هذا ما سورة الفاتح اللي أقرينينا سورة الفاتح مسلم وهذا الكلمة تاقنا مركزتنا قرآن هلا أقري مركي اللي سراد اللي مركو وحي سورة الفاتح اللي قدنا أيوة لكن سورة الفاتح مركز تاقن تاقار عليهن وسورة الفاتح لما أقرنا يميه ما سورة الفاتح ولا أقرنا لكن مركا فاتح هذا لما يسيد كذب قل يا أيها الكافرون أقرنا قاعد كوبا تن لما نقول هو الله أقرني لكن سورة الفاتح مركز طوال عقرنا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إليه سبحانه وتعالى هيدي حفظيو دم بيجينا الله دافو إليه ترتي سيدين جعله انت سارف ما تنا إيدين لو ذاقو بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.